عود في النتيجة بواسطة اللاعب أحمد سحمودي بعد عمل كبير لعبد المولى بن رباح اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي وكذلك لفريق المغرب الفاسي. تمريرة جيدة وأحمد السحمودي الذي انضم لفريق النهضة البركانية بن رباح لتسجيل الهدف الثاني وبالتالي تدويب الفريق، وبالتالي فريق حسن تقادير يتمكن من خطف 3 نقاط مهمة في بداية هذا الموسم. إلا أن محمد بوعميرة كان للكرة بالمرصاد قبل أن يمتثل لفاصل مهاري قاده فييرا سانوغو وختمه عبد المولى بن رباح مهديا ثاني الأهداف للنهضة البركانية ميرا، لينتظر الجميع موعد الهدف الثالث الذي حمل بصمة بركانية خالصة للموهوب عبد المولى بن رباح. الفريق غير مدربه أيضا عرف مجموعة من المشاكل مؤخرا بطبيعة الحال، فاللي شفنا نهضة البركانية بعد ذلك بدقائق عبد المولى بن رباح بطريقة مميزة يضع فريقه في المقدمة بهدف لم يترك مجال للحارس بسترا. الأولى عبد المولى بن رباح في عملية التنفيذ، النهضة البركانية في أبرز محاولة لها مباشرة أمام نادي المياغرة وأمام فريق الوداد، فرصة لصالح النهضة البركانية. عبد المولى بن رباح في عملية التنفيذ وحكم المباراة لم يرى إعثارا واضحا لأحد لاعبي نهضة بركان، بل احتسبها تمثيلا عليه، والإعادة تبين بأن الحظ قد دخل عليه كالقطار وليس تمثيلا. أما كلمة البراعة فأنه يستحقها عن جدارة، ولكم هذه اللقطة التي نفذها بن رباح وأخرجها ياسين، والحظ قد توقف هنا تماما. الحارس يصاب بعد الإبعاد هذا، وتوسد الأرض والبديل خالد العسكري، والإصابة تبدو المواجهة بعد مشاهدة محاولات أخرى لفريق النهضة البركانية كما لفريق المغرب. إذن والهدف الأول هدف فريق النهضة البركانية، الهدف مسجل في هذه اللحظة من طرف اللاعب بن رباح، هدف سيعطي حماس لهذه المواجهة، سيعطينا فرصة لمتابعة المقابلة في المستوى الكبير. الآن كنظن أنه اللي شاهدنا كانت هناك محاولات، كان هناك نوع من الصرامة التكتيكية من المدربين، لكن مع الهدف سنشاهد أكيد وجه آخر للمقابلة، رغبة من الوداد لتعديل النتيجة، رغبة من فريق النهضة البركانية. كادت الكرة أن يتمكن من الحارس لأنه شاهدنا الطريقة اللي يتمكن أو نفذ بها اللاعب بن رباح ضربة الجزاء. كنت كنتظر من الممرات الكبيرة التي يتركها الخطة ديال القناة اللي سجل هدف السابق لفريق النهضة. تابعوا فرصة فرصة الربح وتسجيل هدف ثالث الى حدود اللحظة. الاكيد متابع الكرة تنفذ على طريقة اللاعبين الكبار، تنفذ على طريقة اللاعبين الكبار وتمنح هدف الثالث بالنسبة لفريق نهضة بركان. 3 ديال الاهداف مقابل هدفين، وفرحة كبيرة 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 على مستوى المدرجات. الى جانب المادي بلطام وفرصة تسجيل الهدف الثالث، تابعوا في المدرجات اكيد ترقى وانتظار لهذا الفرصة. فرصة فرصة هناك مقابلة في حدود الساعة الثالثة تجمع المغرب التطواني والجيش الملكي، مدرجات اكيد ترقى وانتظار لهذا الفرصة. فرصة فرصة